أهمية، لأنه الحقيقة إحنا يعني محتاجين نركز فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية المصرية، مسألة غزة طبعا زي ما حضراتكم شايفين، والوضع في غزة لأهالينا في غزة والعدو الصهيوني اللي عامله في أهالينا، يعني محتاجين إن إحنا نبدأ بقى نركز في الانتخابات الرئاسية المصرية. طيب بدأنا وأعلنت عدد من الإجراءات طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. ايه اللي حصل لغايه دلوقتي من اجراءات؟ خليني ارحب بيا دكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري. دكتور طارق مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عزيز، اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور طارق. احنا بنتكلم على عناوين لجان انتخابيه في مقار البعثات الدبلوماسيه كده، المساله الخاصه بالخارج. شايف الاجراءات لغايه دلوقتي للانتخابات الرئاسيه المصريه ازاي؟ دعيني أقول لحضرتك يا أستاذ عزة أن الإجراءات تسير بطريقة واضحة منضبطة وطبقا للتواريخ التي تم عرضها في المؤتمر الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات المؤتمر الثاني. وبالتالي إحنا في مرحلة الآن أن لابد تحديد اللجان الانتخابية. صحيح. زي ما سيادتك تعلمي إن الانتخابات للمصريين اللي في الخارج 1 و2 و3 ديسمبر، نعم، و29 و30 نوفمبر، ده الصمت الانتخابي للمصريين اللي في الخارج. يبقى احنا كده بنتكلم في أقل من شهر أو شهر على الانتخابات الرئاسية إجراءها في الخارج. بالظبط. نعم. فلازم اللجان الانتخابية تبقى معروفة هناك. أيوة. لأن في مساحات شاسعة في بعض الدول بين كل ولاية وولاية زي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وفيها عدد كبير من المصريين اللي في الخارج. وإحنا يا أستاذ عزة عايزين المصريين اللي في الخارج، إحنا أول دستور في تاريخ جمهورية مصر العربية 2014 المعدل 2019 يعطي المصريون في الخارج حقهم تماما. نعم. فأصبح الانتخاب والإدلاء بالتصويت واجب وطني على المصريين جميعا في الخارج او هنا. وبعد كده ده المصريين اللي في الخارج هيتم التصويت زي ما بقول لسيادتك. طيب ايه اللي بيحصل؟ اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بيبقوا مشرفين على اللجان، وبيبقى في امين وامين مساعد ليه، وبيتم من 9 صباحا إلى 9 مساء حسب التوقيت الخاص بكل دولة من الدول. نعم. ورئيس اللجنة بيعطي ساعة راحة حسب ما يقرره هو. بعد ذلك دي راجعة ليه هو، مسألة شخصية ليه. بالضبط يا فندم. وبعد كده بيتم كل المحاضر اللي تمت بخصوص الفرز وما إلى ذلك وتفريخها ووضعها وإرسالها في حقائب دبلوماسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. تمام. ده بالنسبة للمصريين اللي في الخارج. أيوه. لكن إلى جانب ذلك، الهيئة الوطنية للانتخابات لما أصدرت القرار اللي سيادتك أشرت إليه رقم 27، أيوه، ده هو يتكون من مادتين فقط، لأن أيوه هو حدد كام لجنة انتخابية في الخارج، هي 37 لجنة، والمادة الثانية قالت أنه ينشر في الجريدة الرسمية وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ كل هذا الأمر وكل من يساعده في هذا الأمر. ودايما أحب أقول لسيادتك أن وزيرة الهجرة الحقيقة يعني نسقت مع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يكون المصريين في الخارج لهم دور كبير جدا في هذه الانتخابات الرئاسية. والانتخابات الرئاسية زي ما سيادتك تعلمي يوم 9 نوفمبر هتبدأ الدعاية الانتخابية. وفي حاجة مهمة جدا، 8 نوفمبر آخر معاد لتنازل أي مرشح من المرشحين الأربعة، السيد عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة والسيد حازم عمر والسيد فريد زهران. أي تنازل من أي حد من الأربعة آخر معاد للتنازل يوم 8 نوفمبر. بنتكلم في تقريبا مثلا اسبوع او اكتر من اسبوع، ايام، خلينا نقول ايام، في حاله لو اي حد عايز من السادة المرشحين يتنازل للتنازل. بالضبط. اخر موعد يوم 8
8 نوفمبر. 8 نوفمبر ده كان سؤالي لحضرتك. و اتفضل. تمام. اسف يا استاذ عزه. وبعد كده سيادتك بعد 8 نوفمبر خلاص الدعايه الانتخابيه 9 نوفمبر كل نعم. مرشح بياخد رمز من الرموز ويختار حسب من الذي تقدم قبل الاخر. يعني اول مرشح هو الحر في اختار من ال 15 رمز نعم. اللي حددتهم الهيئه الوطنيه للانتخابات هو أي. اللي يختار اي رمز يريده نعم. وهكذا يبقى ليه الاولويه طبقا لاسبقيه التقدم للانتخابات. بالظبط يا فندم. لدخول الانتخابات. بالظبط يا فندم. احنا هنبقى محتاجين لقاء بقى مع حضرتك كده الاسبوع الجاي ونتكلم في تفاصيل كتيره. دكتور طارق خضر بشكرك فندم، شكرا جزيلا.